السلام عليكم، سنتكلم الآن عن عملة كوين ومن أفضل العملات في مجال العملات الرقمية، والأرباح منها هائلة. هي عملة ذات سعر منخفض نسبيا، عشر الله رأس مال صافي ضخم يتجاوز 85 مليون دولار. ويمكن شرائها من خلال البيتكوين أو الدولار أو عملة بيتكوين كاش أو إثيريوم، ويتم التعديل من خلال عملية تسمى الليسل أو ثلاث بروف أوف ستاك. يتم إيداع العملات ثم ذات فلاش بورد ثم خانة الليسل، ثم نضغط على الرصيد المضاء مراد على الليسل له، ثم نضغط على ستارت ليسل يس وننتظر العائد. بعد دفع رسومنا تزيد عن 1000 ويف كوين، ويتم تنزيل المحفظة من خلال ليفل ستار ثم الضغط على ميكس سايلنس تنزيل العملة ثم أو أونلاين سايلنس. ميكس سايلنس هو مفضل إنه آمن ومستقر. يتم عمل عملية رقمية توكن كريشن أو عملة خاصة بنا من خلال ويف كوين. نذهب إلى توكن كريشن ونكتب اسم العملة ووصفها وعدد العملات المصدرة لإصداره 100 مليون كما هو تشيل الخانة والخانة العشرية الرقم العشري توكن تيلسمن أو تقسيم رقم واحد العملة الواحدة إلى 12 من 1000 أو من مليون 18 صفر 18 أو 20 حسب الأرقام العشرية التي يريد تقسيم إليها. هي قابلة للزيادة إذا كان قابلة للزيادة يضغط على هذا المربع أو على إذا لم يضغط عليه يكون غير قابلة للزيادة. والرسوم هي 1 ويف كوين. وهكذا نبني مشاريع ضخمة بناء على هذه العملة ويف كوين، وهي تربح الملايين من الدولارات، أرباح ضخمة ومن نقدر على الاستثمار فيها.